بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في الدرس الثاني في كورس الويب ابلكيشن بنتريشن تيستينج. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الريكويرمنتس والنوليدج اللي المفروض تكون عندك عشان تقدر تبدا معانا الكورس ده. اتكلمنا كمان عن ايه اللي هنتعلمه في داخل الكورس ده ان شاء الله، وايه الخطوه اللي هتاخدها بعد ما ان شاء الله تخلص الكورس ده. فاللي ما شافش الفيديو اللي فات يا ريت يرجع يشوفه. النهارده هنتكلم عن اول نوع من الاتاكس، وهو نوع الكروس سايت سكريبت او اللي معروف بالاكس اس اس، وهي تعتبر اشهر ثغره في مجال الويب ابلكيشن. لو لاحظنا هنا في السلايد ده هنلاقي ان اللي على الشمال ده براوزر ومفتوح فيه ويب سايت وصفحه معينه داخل الويب سايت ده، والاتاكر هنا بيحاول ان هو يتشيك الانبوتس كلها. طيب يعني ايه يتشيك الانبوت؟ يعني يجرب ان هو يكتب اكواد داخل الانبوتس دي ويشوف ايه الريسبونس اللي هيرجع له. طيب ايه المشكله ان هو يكتب اكواد؟ لا، هو في الطبيعي ان الاماكن دي مش معموله عشان هي يتكتب فيها اكواد، يعني في خانه زي خانه السيرش دي معموله عشان تبحث فيها عن حاجه داخل الموقع ده، وخانه اليوزر نيم والباسورد معموله عشان تكتب فيها اليوزر نيم والباسورد وتعمل تسجيل دخول، ولكن مش معمولين ان انت تكتب فيها كود والكود ده كمان يتنفذ. طب هنا ايه اللي بيحصل لما الاتاكر بيكتب كود معين داخل انبوت وبيضغط على انتر؟ اللي بيحصل ان المفروض بيتبعت ريكوست باللي هو كاتبه في الانبوت ده، سواء كان كود او تكست عادي، وبعدين بيروح للسيرفر والسيرفر بيوقفه وبيقول له استنى انت بعت لي ايه. فهنا في الحاله دي بيقول له انا بعت لك كود جافا سكريبت. فالمفروض في الحاله دي ان السيرفر يقول له لا، ممنوع، ما ينفعش ان انت هنا تكتب اكواد، هنا اللي بيعدي بس التكست او الارقام على حسب الانبوت بيقبل منك ايه، او ان السيرفر بيقبل منه الاكواد دي ولكن بيعمل لها حاجه اسمها انكودنج، يعني ياخد الاكواد دي ويحولها لكلين تكست بحيث انها ما تتنفسش ككود، تطبع بس كتكست. طيب هنا في الحاله دي الاتاكر اكتشف ان في انبوت معين الديفلوبر اللي صمم الصفحه دي نسي ان هو يعمل سينتايز او يعمل فاليديشن على الانبوت ده، فلما كتب كود الجافا سكريبت الكود راح لحد السيرفر، السيرفر سمح لي ان هو يعدي وفي ريسبونس رجع له الكود ده اتنفذ عنده على المتصفح، يعني الكود ما اتنفذش عند السيرفر ولكن اتنفذ عند الاتاكر في المتصفح بتاعه. فهنا نفهم ان ثغره الاكس اس اس بتتنفذ على الكلاينت سايد ومش بتتنفذ على السيرفر سايد. هتقول لي طب ايه المشكله ان الاتاكر كتب كود والكود ده رجاله متنفذ على المتصفح، ايه الخطوره في كده؟ لو شفنا هنا في السلايد ده هتلاقيه بيقول لك ان الاتاكر يقدر ان هو يستيل الكوكيز والسيشن بتاعه اليوزر او انه يحوله ويعمله ريدايركت على صفحه اخرى فيها فيروسات. طيب وبعد ما يسرق السيشن او الكوكيز دي المفروض ان الاتاكر ده بيعمل بيها ايه، بيستفاد بيها ايه؟ فالسيشن والكوكيز بتكون مسجل جواها اليوزر نيم والباسورد والكريدت كارد والبيانات الحساسه كلها بتكون في الكوكيز دي. هي في الاصل ان الكوكيز دي بتكون معموله عشان تريح اليوزر في عمليات التسجيل والدخول وعمليات الشراء داخل مواقع الدروب شيبنج، ولكن هنا الاتاكر بيجي يستغل ميزه زي وبيستيل بيها البيانات الحساسة اللي بتكون موجودة في الموقع المصاب ده. فهنا لو هنلاحظ في المثال ده الاتاكر بعت اللينك المصاب اللي كان فيه ثغرة الاكس اس اس اللي هو اكتشفها في الصفحة دي اللي ما كانش معمول لها فاليديشن وسلاش وبعدين كود الجافا سكريبت، والكود ده اللي بدوره ان هو بيرسل للاتاكر بمجرد ما اليوزر بيضغط على اللينك ده بيرسل له جميع بيانات اليوزر اللي متسجلة على الموقع. فبالتالي اصبح ان الكود الجافا سكريبت اللي ما تعملوش فلتريشن على الانبوت يقدر الاتاكر ان هو يستغله باكتر من طريقه للحصول على بيانات اليوزر ده. فاحنا النهارده كده اتكلمنا بشكل بسيط عن ثغره الكروس سايت سكريبت، وفي الدرس القادم ان شاء الله هنشرح انواع ثغره الكروس سايت سكريبت، وهم 3 انواع، وهنعرف ايه الفرق ما بينهم وايه اخطر نوع فيهم. يا رب تكونوا استفدتوا، فان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان وان اصبت فمن الله، واشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم.